كي اللي قال عندي حصانه واش انا برلمانيه وانا اليوم ساقطه، انا اليوم معكم ساقطه في امتحان المحاماه، فهل يعقل واحد غادي يلوح راسو للموت مسالي صفي الحسابات في امتحان؟ كنت غنموت على قبل المحاماه، الروح ديالي كانت غتخرج في رمضان. يقول هاد الانسان مهما ادي ما غيدير والو، لذلك تجرا بكل قوه داخل القاعه، وهو الذي زرع الرعب في المتبارين وقام بالفوضى بالفوضى، والحمد لله احنا في دولة الحق والقانون. انه هناك متابعة فقط بالتهديد القتل، يوجد هناك السب والقذف داخل القاعة، والذي سأضع شكاية بخصوص هذا الموضوع، لأنه ما قام به نفسيتي في هذا دمر مستقبلي، وأنا عشت واحد الصدمة داخل القاعة، ومن بعد كنلقى راسي في الكوميسارية، ومن بعد كنلقى راسي في الماء، يعني كنت كنعيش واحد الحالة بحال واحد لو شوك. في الفترة المسائية هي اللي غادي يوقع فيها واحد المشكل، لأنني أثناء كنخدم في الامتحان ديالي دخلت اللجنة ديال الامتحان باش تجيب واحد الجهاز تكشف تما، من سوء الحظ غادي تسقط واحد العدسة، وهذيك العدسة شفتها وبلغت بها، لأن لو ما بلغتش بهذيك العدسة كان ممكن اللي غيسالي الناس اللي غيسالوا هاد الأمور ديالهم ارميوها من تحت مني. ولكن ديك اللحظه اللي دخلت اللجنه كاين اللي توتر وتحرك بكثره التحركات، لان كل واحد شنو داير معاه، فدونك هذيك اللحظه اللي رصدت العين ديالي للعدسه بلغت بها، دوزنا تحت ضغط نفسي وارهاب بكل ما تحمله الكلمه، وكان تهديد بالقتل وصل الى القاعات المجاوره. طبيعي انك ملي غتكون كدوز وغطيح شي حاجه غريبه والناس غتخرج ممكن ترميها لك انت، وشنو غادي ديري انت ديك الساعه؟ سمحي لي، مازال كتبان لك شي حاجه غتبلغي. لو كان الجهاز اللي كشف منذ البدايه خدام كان غير صدها دون انني نبلغ عليها. فيما يتعلق بالموضوع ديال الندوه، بغينا نتكلموا اننا درنا الجمع العام التاسيسي ديال هيئه الدفاع عن منصبي امتحان المحاماه، واللي غادي توقف على مجموعه من النقاط اساسيه. اننا من جهه غادي ندافعوا على التظلمات اللي تمت سواء الاولى او الثانيه بخصوص امتحاني ديال المحاماه، فيما يتعلق بما وصل الى مسامعنا من انه كاين هناك بعض الموظفين اللي اجتازوا الامتحان وادلوا ببيانات كاذبه، طلبوا وزاره العدل بفتح تحقيق في هذا الموضوع. ثانيا فيما تعرضنا له نحن كوجوه بارزه في القضيه، هناك ما استهدفنا منذ طي الملف الى وصولي للقاعه ديال الامتحان. انا بالنسبه لي قادره للدفاع عن نفسي، رغم انني مجرد بنت الشعب وحيده، فعندي كل قوه باش ندافع على راسي، لست في حاجه الى جيش ورائي لاكون يعني قويه. ونقطة أخرى فيما يتعلق بالخروقات التي شابت الامتحان والغش، استعمال الوسائل يعني بالجملة، أنه وصل إلى مسامعنا بواسطة تقارير من مترشحين من مختلف مدن المملكة على أنه بعض المراكز كان هناك واحد الاستهتار في الحراسة، أيضا خرق التوصيف اللي كان حتى هو فيما يتعلق بموضوع ديال الامتحان، وايضا ان الامتحان يعني ما احترمش الملف المطلبي الذي تقدمنا من اجله، واللي من اجل هذا الملف المطلبي وضعنا يعني الارواح ديالنا على المحك والصحه ديالنا على المحك. فكل هذه الامور هي اللي خلات ولد الشعب انه يرجع من جديد للميدان، رغم انه صراحه راه صعيب على ابن الشعب اللي هو كان عنده واحد الحلم تجهض ليه المرة الأولى، استهدف المرة الثانية وتجهض ليه المرة الثانية، باش يكون عنده ديك الطاقة النفسية والجسدية يرجع عاوتاني يتقاتل من جديد. ولكن طالما حنايا نساء ورجال ديال القانون دائما نجيد فن الترافع وفن الدفاع من أجل استرجاع حقوقنا. وفي الندوه راه غادي نتطرقوا للتفاصيل الدقيقه لبدايتنا اللي هي بدايه اليوم، غادي نتكلموا على الطريق اللي غادي نخوضوه في هذه المعركه، وايضا ان شاء الله راكم غادي تشوفونا في الوقفات الاحتجاجيه
طالما احنا يعني كون هناك لوبي قوي يريد اقصاء ابناء الشعب، فاحنا كابناء الشعب غادي نتقاتلوا الى حين يعني نفقدوا عاوتاني القدره ديالنا، ولكن ما غاديش نواجهوا هذه المره الموت، وانما لما لا نقدروا نهاجروا البلاد. فيما يتعلق باجواء الامتحان، بالنسبه لي انا اللي كنت في واحد القاعه في الصباح، كان هناك واحد المشرفين على الامتحان تطلبوا من الناس يحيدوا الهواتف ديالهم، ولكن الاغلبيه ما كيبحوا كانهم ما كيخاطبوهمش، ما كاينش واحد الخوف من الناس اللي كاينين تما، يعني ما كاينش واحد الخوف من اللجنه، وهذا اثار الاستفهام ديالي واثار الغرابه. مع ذلك ما عطيتش الانتباه لهذه الامور، جلست الامتحان ديالي في الفتره المسائيه هي اللي غادي يوقع فيها واحد المشكل. هذا المشكل كيتجلى في انني اثناء كنخدم في الامتحان ديالي دخلت اللجنه ديال الامتحان باش تجيب واحد الجهاز تكشف تما، وملي اقتربوا من المغادره من سوء الحظ غادي تسقط واحد العدسه، وهذيك العدسه شفتها وبلغت بها، لان لو ما بلغتش بهذيك العدسه كان ممكن اللي غيسالي الناس اللي غيسالوا هاد الامور ديالهم يرميوها من تحت مني كونهم جايين من الصف ديالي. طبيعي انني غادي نبلغ لا ما كان حتى شي صراع، كنا كنجريو عادي، ولكن ديك اللحظه اللي دخلت اللجنه كاين اللي توتر وتحرك بكثره التحركات، لان كل واحد شنو داير معاه. فدونك هذيك اللحظه اللي رصدت العين ديالي للعدسه بلغت بها، وملي بلغت بها هناك تعرضت لواحد الاتهام كوني انا فلانه من التنسيقيه وهي مولاتها وهي التي قامت برميها هنا. تم انني طالبت بالتفتيش، هذا حق، طالبت بالتفتيش وتم التفتيش علي انا شخصيا، نقلي الى احد القاعات وتم تفتيشي كليا، وعودتي الى قاعه وقعت يعني بعد تغيرت في القاعه، يعني تعرضنا للتهديد بالقتل السب والقذف طيله سميتو، ودوزنا تحت ضغط نفسي وارهاب بكل ما تحمله الكلمة. وكان ذلك هذه الواقعة راه كانت أمام اللجنة ديال الامتحان، التهديد بالقتل وصل إلى القاعات المجاورة. ثم بعد ذلك أنا سلكت كامرأة القانون، وأنا عندي ثقة كاملة في القضاء والحمد لله أنصفني. شنو المنافسة؟ لا نهائيا. شوف ملي كتمشي للامتحان وانت عندك حلم ديالك هو المحاماه، ما كنظنش عندك منافسه، ولكن طبيعي انك ملي غتكون كدوز وغطيح شي حاجه غريبه والناس غتخرج ممكن ترميها لك انت، وشنو غادي ديري انت ديك الساعه؟ سمحي لي، مازال كتبان لك شي حاجه غتبلغي، كيف ما غتبان لك جريمه قتل غتبلغي. حنا الناس ديال القانون هذا هو الطبع ديالنا، وانا بالنسبه لي التبليغ عن الغش هو الشرف ليا، الشرف ليا. بلغت عن وجود اله تم فتح تحقيق، عرفوا الناس اللي هما اصحاب هذا، تصدر في حقهم حكم، انتهى الامر. لانني انا هذوك المسائل الاخرى لو كان الجهاز اللي كشف منذ البدايه خدام كان غير صدى دون انني نبلغ عليها. فبالتالي هادو امور اللي هي تمت بطريقه عاديه ما عندها حتى شي علاقه. وعندما ولجت الى يعني دخلت القاعه فدخلت بصفتي مترشحه ولست بصفتي عضوة في التنسيقية، وأنا اليوم لم أعد عضوة في التنسيقية. وفي هذه الحالة غادي نرد عليك أنه اللي كيرد على هذا الأمثال ديال الكلام هو المحضر ديال اللجنة، هو اللي كيقول بأن هذه السيدة بلغت عن العدسة التي كان موقعها كذا وكذا وكذا. فبالتالي أنا هذوك الشيء اللي كيتقال الإعلام، ورا الناس قالت فيا اللي ما كاين انايا ما نعرف شنو، كاين اللي قال عندي حصانه واش انا برلمانيه، وانا اليوم ساقطه، انا اليوم معكم ساقطه في امتحان المحاماه، اين هي الحصانه ولا ما نعرف؟ ثم مجرد تخاريف واكذوبات لتضليل الراي العام، لانهم عارفين بان الشعب المغربي كيعرف اسماء الزام اللي واجهت الموت اللي كتناضل بصدق. فهل يعقل واحد غادي يلوح راسو للموت مثال يصفي الحسابات في امتحان؟ كنت غنموت على قبل المحاماه، الروح ديالي كانت غتخرج في رمضان،
واش مساليه نصفي الحسابات؟ واش هذا جسم ديال واحد؟ لا لا داعي اننا نشوف من يجيد الكذب الحبل ديالو طويل. والانسان اللي باع والشراء في ملف امتحان المحاماه الحمد لله ربان. فاليوم انا الحمد لله فخوره بنفسي، والنضال ديالي كان صادق وكلامي صادق، ولحد الان انا صادقه وكنت صادقه مع الشعب المغربي في كل مراحل النضال ديالي، والحمد لله لحد الساعه ها هما كيشوفوني معاهم وما كاينه حتى شي حاجه. ولا بالعكس انا ملي كنت كنسمع هذوك التصريحات ديال الاعلام في ذاك الوقت راه كنت كنعتقد كيتكلموا على شي شخصيه ولا شي وحده اخرى. بل اكثر من ذلك انا كنت كندخل انا دخلت بدون دفاع، ما عندي حتى محامي. فكيفاش انا عندي حصان وما عندي حتى محامي وقدامي العشرات ديال المحامين؟ راه اللي قدامه جيش والعشرات ديال المحامين راه هو اللي عنده الحصانه وهو اللي عنده الحمايه. نعم. الحمد لله خرج واحد الحكم عادل في المرحله الابتدائيه، وانا بالنسبه لي التهديد بالقتل وانك ترهب واحد الانسان في نفسيته وانك تبقى تستمر وتقول له 12 مره غادي نقتلك ودير لايف وتاكد انك غادي تقتل، فبالنسبه لي هذه راه واضحه وضوح الشمس ان الانسان يعني ما كيحترمش القانون بالمره. وما يمكنش يتكلم على واحد الانسان اللي بسيط، هذا انسان دارس القانون. يعني ملي كنت نتلفظ بواحد الالفاظ خاصني نكون مزيان تنفكر فيها مزيان، ناهيك على الحمله النفسيه اللي كانت غير طبيعيه. اولا في الطين النهائي للملف غادي نتعرض برا للضرب من قباله، وايضا تحت الطلب ديال الناس لان كان ممكن تابعوا بالضرب وما كانش ممكن يجتاز الامتحان باش تكونوا عارفين. من كثرة ما انني انسانه متسامحه تعرضت للضرب على مستوى العين ديالي وسامحت وغفرت. ثم تم نشر اسمي علنا على انني شيطانه من شياطين الوزاره كما ادعى، وانا اليوم انا راسبه وتم الانتقام مني. ثالثا تم نشر اسمي في القائمه وحقي كمواطنه مغربيه في الترشح، اسمي الشخصي على صفحتي الشخصيه، ومع ذلك لم اتابعه بالتشهير والسب والقذف في فيديو. هل يعقل ان انسان دار اضراب عن الطعام؟ البعض يعتقد انه 4 ايام، بل بالعكس بل كان هناك شهر، فيعرض نفسه للموت وفي الاخير يجي الزميل ديالك يقول لك انت احسن انجاز الوحيد اللي درتي هو انك طحتي سخفتي، كنتي غادي تموت. وصلت لمرحله انك تدخل المرحاض بالادويه، يعني الا ما شربتيش هذوك الادويه ممكنش تدخل الطواليت ديال الواجبات ديالك، كنتي شحال هذه باخر تجري وتدخل. يعني هل يعقل زميل كيدير في الزميله ديالو بحال؟ مع ذلك لم اتابعه وشبهني بالرجل وقذفني وكنت غفوره. لكن الغفران ملي كتغفر بزاف احيانا صافي كتولي داك الشخص عنده واحد كيقول هاد الانسان مهما اذي ما غيدير والو. لذلك تجرأ بكل قوه داخل القاعه، وهو الذي زرع الرعب في المتبارين وقام بالفوضى. والحمد لله احنا في دوله الحق والقانون، دولة عادلة، الحمد لله القضاء كان منصفا وعادلا الحمد لله، وسأطالب بحقي. وأيضا اللي ما عرفونوش الزملاء أنه هناك متابعة فقط بالتهديد القتل، يوجد هناك السب والقذف في داخل القاعة، والذي سأضع شكاية بخصوص هذا الموضوع لأنني أثناء تم الشرط لهذه المسألة وفي الجلسة اكتشف أنه كاين فقط متابعة بشأن التهديد، سوف أتابعه بالسب والقذف لأنه ما قام به في نفسيتي في هذا دمر مستقبلي، وما كاينش اللي غادي يرجع لي اليوم المستقبل ديالي ولا النفسيه ديالي ولا الحال اللي كنشعر بها اليوم. فما كنتش كنخرج للاعلام نهائيا لانه انا عشت واحد الصدمه داخل القاعه، ومن بعد كنلقى راسي في الكوميساريه، ومن بعد كنلقى راسي في الماء. يعني كنت كنعيش واحد الحاله بحال واحد لو شوك، حيت انا كنت معوله انني غنجري الامتحان وندير واحد الصوره جماعيه تذكاري انا وزملائي وغنفرح بهذاك النهار. وايضا انا هذه المسائل جات غير بالصدفه مع المنبر ديالكم خداو معايا في الكلام، اما انا ما غنتطرقش هذه المسائل لان بالنسبه لي الملف هو عند القضاء فصافي ما كنناقشوش انا على برا. ولكن لتنوير الراي العام راه الا رجعتوا والتصريحات اللي كانت كتقال عليا سابقا والتدوينات اللي بالاسم ديالي راه غيبان لكم الحق وغيبان لكم الباطل. شكرا لكم على الاستضافة وجزاكم الله خيرا. شكرا.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.